وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يقول: إن النبي قد دعا صلى الله عليه وسلم لمن بلغ السنة في حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها الحديث، فهل هناك دعوة لأهل القرآن أم هذه الدعوة خاصة لأهل تبليغ السنة؟ الجواب نقول بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله تبارك وتعالى إن هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه، وكذا أبو يعلى في معجمه، والطبراني في أوسطه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نظر الله امرأة سامع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعة، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. ولا شك أن هذا الحديث فيه فضل أهل الحديث، يوضح النبي عليه الصلاة والسلام فيه فضل أهل الحديث، ولذلك إنما هو المقصود به طبعا النضارة، هنا المقصود بها حسن الوجه والبريق، يعني علوهم النور والبهاء. هؤلاء أهل الحديث نظر الله دعاء لهم بذلك، أن يعلوهم النور والبهاء. طبعا هؤلاء لأهل الحديث الذين عملوا بالحديث، الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك سفيان بن عيينة المكي المتوفى سنة 98 و100 قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. وهذا نقله الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث، والخطيب البغدادي عنده كتاب أيضا شرحناه الرحلة في طلب الحديث. ولا شك أن أيضا هذا الحديث العظيم فيه حث على حفظ الأحاديث الصحيحة وروايتها وتبليغها للناس، كما قال الإمام الطيب المتوفى سنة 43 و700: وإنما خص حافظ سنته ومبلغها بهذا الدعاء لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة، فجازاه في دعائه له بما يناسب حاله من المعاملة. كان في شرح المشكاة قلت: وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث أيضا: لا طائف حث لسامع الحديث وناقله أن يؤديه كما سمعه، وهذه التي تعرف في علم الحديث بالضبط، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله وضبطه، كما قال صاحب البيقونية. وفيه حث على التفقه واستنباط المعاني واستخراج المكنون من سره، كما في معالم السنن الخطابي. ولذلك الإمام بن حبان المتوفى سنة 54 و300 عنده تبويب نفيس في صحيحه، بوب بابا نفيسا في ذلك، فقال في تبويباته على هذا الحديث: ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن أدى من أمتي حديثا سمعه. أيضا بوب قال: ذكر رحمة الله جل وعلا من بلغ أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا عنه. وبوب أيضا قال: ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن أدى ما وصفنا كما سمعه، سواء من غير تغيير ولا تبديل في. وأيضا بوب فقال: ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة لمن بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة كما سمعها. فقلنا طبعا هذا شريطة ألا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون من أهل السنة والجماعة. النبي حذر من الكذب، قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، قال: فهو أحد الكاذبين. هذا اختصارا على مسألة هذا الحديث بالنسبة لفضل أهل الحديث. طيب، ما هو فضل أهل القرآن؟ نقول: فضل أهل القرآن عظيم، وألفت فيه الطروس الكثيرة، فمنه مما ألف في ذلك كتاب فضائل القرآن وتلاوته للإمام الرازي المقري المتوفى سنة 54 و400،
كتاب ماتع وجميل في 64 صفحة، وله طبعة، طبعة دار البشائر بتحقيق الدكتور عامر بن حسن صبري، وأيضا كتاب فضائل القرآن للحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 74 و700، صاحب التفسير في 320 صفحة، وهو في طبع سنة 16 و400 و1000، وأيضا التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله المتوفى سنة 76 و600، وأيضا عندنا كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري المتوفى سنة 60 و300، وأيضا فضل أهل القرآن كما في مصنف ابن أبي شيبة وفي سنن سعيد بن منصور وغيرها من الكتب، وجاء في فضلهم الشيء الكثير. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وهذا حديث منيف جميل، رواه الإمام ابن ماجه وصححه العلامة الألباني. لكن من هم هؤلاء الذين لهم هذا الفضل العظيم؟ هم الذين حفظوا القرآن وعملوا به، هم الذين حفظوا القرآن وعملوا به، ولم يهذوه كهذ الشعر ويشربوه كشرب اللبن. ننتبه لمثل هذا. ولذلك يقول المناوي في هذا الحديث، يقول: حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله المختصون به، اختصاص أهل الإنسان به، كما إن أهلك هم مختصون بك، فكذلك هؤلاء سموا بذلك تعظيما لهم، كما يقال بيت الله. وقال الحكيم الترمذي كما نقل ذلك أيضا المناوي في فيض القدير، قال: وإنما يكون هذا في قارئ انتفى عنه جور قلبه وذهبت جناية نفسه. يعني ما يكون عنده ظلم، ما يكون عنده فسق، ما يكون عنده فجور. وليس من أهله إلا من تطهر من الذنوب ظاهرا وباطنا وتزين بالطاعة، فعندها يكون من أهل الله. ولذلك قال: ولا يكفي مجرد التلاوة ليكون من أهل القرآن، حتى يعمل بأحكامه ويقف عند حدوده ويتخلق بأخلاقه. ولذلك أنصح بكتاب أخلاق حملة القرآن للأجري، وقد شرحناه تاما في 11 أو في 12 مجلسا بحمد الله تبارك وتعالى، موجود عندنا على قناتنا على اليوتيوب. فقد ذكر كلاما نفيسا في أخلاق حامل القرآن حتى يظفر بهذا الخلق العظيم، حتى يظفر بهذا الخلق العظيم وبهذا الفضل وبهذا الفضل الكبير. ومن فضل القرآن أنه يقدم صاحبه عند الدفن، كما عند البخاري من حديث جابر: كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم كان أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. أيضا من فضل القرآن نزول السكينة والملائكة والرحمة للقرآن ولأهل القرآن، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. أيضا مضاعفة ثواب قراءة الحرف الواحد، كما من حديث ابن مسعود عند الإمام الترمذي وغيره: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعند مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان: يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب القرآن يشفع. هذه كلها فضائل عظيمة. أيضا صاحب القرآن يرتقي في الجنان، كما قال العدنان عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حديث عظيم جليل منيف، رواه أهل السنن جميعا إلا ابن ماجه وأحمد في المسند رحمة الله على الجميع. هذا يدلك على ماذا؟
يدلك على هذا الفضل العظيم لمن حمل القرآن، لمن حمل القرآن علما وعملا. وانظر إلى الفضل أيضا في الخيرية لصاحب القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية العظيمة، وهذا خرج مخرج الخبر منه عليه الصلاة والسلام ليحضنا على تعلم القرآن وتعليمه والعمل به. وأيضا القرآن يرفع صاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع هذا الكتاب أقواما وضع به آخرين، من حديث عمر عند مسلم، يعني بقراءته والعمل به. وأنا أكرر هذا الكلام في كل مرة، لماذا؟ حتى لا يظن أنه فك أن عبارة عن قراءة مجرد للقرآن، لا، قراءة علم وعمل، قراءة علم، علم وعمل. والقرآن عصمة من الضلال لمن تمسك به، قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. ثم تأمل في حديث عائشة في الصحيحين: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وتأمل من قول أبي هريرة موقوفا عليه: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ليتسع على أهله، ويزيد خيره، وتحضر ملائكته، وتذهب شياطينه. وأهل القرآن هم خير الجلسة، كما عند البخاري: كان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته. وهو التجارة التي لا تبور: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الله أكبر، يكفي بهذا الفضل فضل. وقال القائل وصدق: نثرت عليك أري جهل أزهار، وترنمت وشدت لك الأطيار، وأتاك يرفل في ثياب مهنئ مجد تليد خالد وفخار، أولست تحمل في فؤادك مصحفا عن حمله تتقاصر الأغمار، أدركت فخرا بل علوت سوامقا لم يستطعها النجم والأقمار، فكأنما سابقتها فسبقتها بخطى جسور ما لها إنظار، ولا سوف تبقى في الأنام مكرما، ولا سوف ترنو نحوك الأبصار، ما كل من طلب المكارم نالها، لكنما رب الورى يختار. فالله يرفع بالكتاب وحفظه، وبه يكون الفضل والمقدار. وخير منه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الألباني، قال: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. وقال ابن عباس كما عند الحاكم صح الألباني: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. ثم تلا قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال: الذين قرأوا القرآن. وهذا غيض من فيض وقليل من كثير فيما جاء في فضل أهل القرآن، وما جاء في علو شأوهم وذكرهم شريطة أن يعملوا بما قرأوا، ولا يكون من الذين يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم ويهذونه كهذ الشعر ويشربونه كشرب اللبن ولا ينتفعون به. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ والدتي وارزقني برها يا رب العالمين، واجعلنا من أهلك الذين هم أهل القرآن، الذين هم أهلك وخاصتك يا عزيز ويا رحمن. تم تحريره صوتيا في صبيحة يوم الأربعاء.
لخمسين بقينا من رجب الفرد الأصم الحرام لعام 44 و 48 عليه الصلاة والسلام. وفضل تعاطى لك وزقني بالرحمة رب العالمين.